السلام عليكم يا شباب، عدت لكم بحلقة جديدة من بيس 2018 بي الليجند كون أسطورة. وبدون أن أطيل عليكم أيها لكي نبدأ مباريات حلقة اليوم. اليوم قررت تسجيل مباراة الذهاب ضد الأتليتيكو مدريد. في المباراة الماضية لقد فزنا عليهم، نسيت صراحة، نعم 4-1، ها هي ظاهرة في الشاشة. استطعنا الفوز على الأتليتيكو مدريد ب4-1 في بلادنا، والآن يجب علينا فقط التعادل فإنه يكفينا لكي نتأهل لنهائي الكوبا دي ري كأس الملك. وبعد هذه المباراة نلعب مباراة خاصة بالفريق الوطني وهي مباراة ودية. لا أعلم هل هناك طريقة لكي نشترك في الكؤوس، لكن أتمنى لو أنها كانت لكي نشترك مع منتخبنا المغربي في كأس ما كأس إفريقيا مثلا، أو لما لا كأس العالم. اضرب يا سلام، أوه أمسك بها. من هو ذلك الحارس؟ أليكس دوس سانتوس. لم يدخل في هذه المباراة أوبلاك. لم أتطور بعد، لا تزال عندي في القوة تقريبا 78، لذلك لا توجد معلومات جديدة صراحة حول هذا الأمر. حاولت مراوغتها لكنني لم أستطع. ممتاز ممتاز، أرجعت كرتي. خذ يا صديقي، ليتس جو بوي. أنا ذهبت، أنا في الجناح. هيا كرة جميلة يا حبيبي، ليتس جو. ممتاز، خذ الضربة الرأسية. كان بعيد جدا. أحسنتم، هيا اضغطوا اضغطوا عليه. ممتاز ممتاز، أعدنا الكرة. جيد جيد، الكرة عندي الآن، اضرب بالرأس. لكن لا يوجد ذلك اللاعب. هذا اللاعب صراحة فإنه دائما بعيد عني. في هذه السنة فإنني أفكر في ترك فريق إبار والانتقال لفريق آخر. المهم سننتظر حتى تأتي المفاوضات، وأتمنى صراحة أن ترسل لي فرق ما الدعوة لكي أذهب عندهم، وإن شاء الله سأنتقل. لا أريد البقاء مع إبار، يجب علي الانتقال لفريق آخر لكي أتطور هنا. حتى وإذا كان هذا الفريق في دولة أخرى فإنني سأنتقل، لن أبقى في إسبانيا لكي ألعب في لا ليغا. لا يهمني الأمر إذا طلبني فريق في إنجلترا أو في أي مكان فإنني سأذهب. هذا صراحة ما أريده، لأن يجب علي تطوير قدراتي، وإذا بقيت في هذا الفريق فإنني سأطور قدراتي لأنني تعودت على اللعب مع هؤلاء اللاعبين. لكن يجب علي تطوير قدراتي وكذلك اللعب مع لاعبين آخرين. ونهاية الشوط الأول في هذه اللحظات 0-0، لم نسجل أي هدف. بداية الشوط الثاني، مباشرة مع بداية الشوط الثاني الأتليتيكو مدريد قاموا بتغيير. اوكي اوكي اوكي، ممتاز ممتاز، احسنتم احسنتم، كرة جميلة جدا، ليتس جو بوي ليتس جو بوي. اعطيني الكرة اعطيني الكرة في الجناح اليسار. المهم سأحاول التوغل. هيا عرضية عرضية يا حبيبي، اضرب، احسنت. وو سجل سجل كيكي، احسنت يا كيكي. لاحظوا لاحظوا غريزمان، تسديد، كادوا ان يسجلوا. اردت ان اقول لكم بان تسديدة غريزمان سيئة. اعتقد بأن غريزمان سددها، لكن الدفاع أمسك بالكرة. ها أنا ذا في الجناح، أحسنت أحسنت. خذ يا كيكي، لم تصل الكرة عند كيكي مرة. دائما كيكي يبتعد عني، لأنني أصلا أنا قصير، عندي 1.77 فقط. هناك العديد من اللاعبين طويلون علي، رغم أن 1.77 فإنني أظهر على أني طويل، لكنني قصير بالنسبة للاعبين العمالقة. خذ يا كيكي، خذ خذ الباص. أحسنت، باص سيئة جدا منك يا كيكي. الكرة كانت أوفسايد، أعتقد بأن المدرب سيخرجني في هذه اللحظة لأنني تعبت. نعم قلتها لكم، قد خرجت ودخل مارش. وفي إمكانكم كذلك مشاهدة المباراة على هذه الطريقة. هو كيكي عندها الكرة الآن، أعادها لفرانك رينكو، ذهبت لخونكا أو جونكا، ذهبت لمارش. هي العرضية مارش، أحسنت كيكي. لا ضربها الدفاع ضربها الدفاع. في إمكانكم كذلك مشاهدة المباراة بهذه الطريقة إذا كنتم تريدون، لكنني صراحة أفضل مشاهدتها هكذا. ستنتهي المباراة في أي لحظة الآن، وبهذا فإننا سنكون قد تأهلنا للنهائي. أحسن العمل، تأهلنا لنهائي كأس الملك ضد الأتليتيكو مدريد. برشلونة فازت 2-0، وبهذا فإن برشلونة تأهلت للنهائي. سنلعب النهائي ضد برشلونة، ذلك النهائي سيكون صعب جدا. وكما قلت لكم لم أتطور بعد، لا تزال عندي 78. اقتربت قوة التحمل من الوصول ل 75، جميل جدا. وكذلك القوة في الركل اقتربت من الارتفاع ل 76. ها هو فريق الشهر، أنا موجود في فريق الشهر، الأمر جيد جدا. وها هي المباراة التي قلت لكم، المغرب ضد سويسرا. بالنسبة للأوروبا ليج انتظروا، سآتي إلى هنا معلومات حول المنافسة. ليس فيفا وورد كاب، انتظروا مرحلة المجموعات. ها هو المغرب موجود، الفرق المشاركة، مرحلة التصنيف. لقد لعبوا اصلا. اعتقدت بانني سألعب يا شباب في الفيفا وورد كاب. نعم لقد اقصينا، شاركنا اصلا في كأس العالم واقصينا، لان السنة التي ألعب فيها الان فانها سنة 2019. هل لاحظتم؟ والمغرب فإنه موجود في مجموعة بلجيكا الدنمارك امريكا والمغرب. هل لاحظتم؟ نحن في المركز الاخير واقصينا. ومن هو الفريق الذي فاز؟ انتظروا سنأتي لمرحلة التصنيف.
مرحلة التصنيف من هو الفريق الذي فاز؟ فازت الأرجنتين ولاحظوا مع الجزائر. الجزائر استطاعت التأهل لنصف النهائي، أحسنتي، غلبت صربيا وغلبت كذلك المكسيك، غلبت مكسيكو 4-3 في الربع، لعبت ضد الأرجنتين في النصف، فازت عليها الأرجنتين 1-0. ممتاز ممتاز، الجزائر حصلت على المركز الثالث، أحسنتي، صراحة من الجيد أن فريق عربي حصل على المركز الثالث، لكن الأرجنتين هي التي فازت، فازت على ألمانيا 4-2، يعني في إمكاننا اللعب في كأس العالم على ما أعتقد. السنة التي نلعب فيها نحن الآن فهي سنة 2019، لذلك أتوقع بعد 4 سنين، يعني في سنة 2022 فمن الممكن أننا سنلعب في كأس العالم، هذا صراحة ما أعتقده. المهم إلى المباراة التالية. أنا هو الشخص الذي سيبدأ المباراة من منتصف الملعب. يا سلام عليك، أول مرة سأبدأ الكرة من منتصف الملعب. ما هو المركز الذي ألعب فيه؟ انتظروا انتظروا، سأدخل للخطة على السريع. أنا ألعب في الهجوم. لماذا غيرني المدرب هذه المرة؟ أعتقد بما أنه استدعى هذا اللاعب اسمه إماحي. أول مرة أسمع باسم هذا اللاعب، بما أن استدعى ذلك اللاعب لذلك قرر وضعي في الهجوم. ممتاز ممتاز، أنا ألعب في الهجوم الآن في الجناح الأيمن. أحسنت، خذ يا زياش، ليتس جو، ها أنا دا، يا سلام، يرمي لينكو يا حبيبي، خذ الكرة مرة أخرى، جيد جيد جيد، سأحاول توغل، أنا الآن ألعب في الهجوم، يا سلام، كرة جميلة، رأسية، رأسية كانت ضعيفة جدا، رغم أن عندي فقط 72 في الهجوم، لكنني سأقوم بعمل جيد، لا تقلقوا لا تقلقوا، سأقوم بعمل جيد جيد جيد. دفاع أحسن العمل في هذه اللحظة، أنا ذا تحركت، أوكي للجناح يا حبيبي، ممتاز، هيا تحركوا، خذ، ممتاز، خذ الكرة، جميل جميل جدا، أحسنت، ها أنا دا، أعدها الوراء، ممتاز ممتاز، ها أنا دا، لا لا ضيعنا الكرة، كرة جميلة جدا ضيعناها، أحسنت أحسنت، عرضية جميلة، ليتس جو، لقد دخلت لقد دخلت، عرضية، اضرب بالرأس، عادت للوراء، ممتاز أحسنت، تسديدة جميلة جدا، لكنها ذهبت، أحسنتم أحسنتم، كرتنا يا حبيبي كرتنا، ضيعناها مرة أخرى، ها أنا دا ها أنا دا، ممتاز ممتاز، اختفى من، احسنت يا العربي، ها انا دا، اعطني الكرة احمدي، ممتاز، كرة عندي الان، هيا، ضيعتها، كنت اريد المراوغة لكني ضيعتها، ممتاز، باس جميل يا حبيبي، خذ الباس مرة اخرى، سدد، كيت شباب انه سجل علي من هدف، احسنت احسنت، ها انا دا، تسديدة من هناك، امسك بها، لا تزال تسديدة ضعيفة عندي، يضربوا، أحسنتم أحسنتم، ها أنا دا، يا سلام، مع الأسف مع الأسف خطف من الكرة، عدت للوراء، دائما ما أنسى الذهاب والاقتراب من الكرة، ذهب الكرة عند المهاجم، ها أنا دا، ممتاز ممتاز، أعطاني كرة، كرة جميلة، خذ يا حبيبي، ليتس جو، ذهبنا، ممتاز ممتاز ممتاز، أنا جاي، دونت وري، أحسنت، زياش، سجل، والجول، يا سلام، استطعنا تسجيل الهدف الأول، ممتاز ممتاز، ليتس جو بويز، استطعنا فعلها، لاحظوا لاحظوا لقد ذهب مباشرة بعد ما عطيت الباس، دخلت حكيم زياش، سدد لكنه لم يسجل، وتعرضت للكرة وسجلتها في الشباك، سأحاول الضغط على هؤلاء اللاعبين الآن، نضغط قليلا على الدفاع، ممتاز أحسنتم أحسنتم، مهمتي الآن لقد توقفت، ما علي فعله فقط العودة هنا في نصف الملعب والتوقف، ها أنا دا ها أنا دا، خذ الباس يا حبيبي، ليتس جو، تحركنا، ليتس جو بويز، ممتاز، عرضية جميلة جدا، هيا لأحمدي لوحده، ممتاز، لأحمد، سجل، أحسنت أحسنت، الأحمدي يسجل الهدف، لقد رأيته رأيته بنصف عيني، رأيت بأن الأحمدي لوحده وأحسن العمل، العرضية كانت جميلة جدا، ضربها الأحمدي بالرأس في العارضة ودخلت في الشباك، سنحمل المنتخب المغربي في اكتافنا لكي يحصل على كأس العالم، احسنت يا ايها العربي، اضرب دمر، تسديدة جميلة جميلة، حسنا هيا العرضية يا حبيبي، ممتاز، اضرب بالرأس، سجلتها، نعم سجلتها يا حبيبي، ياسين يسجل الهدف الثالث، ممتاز ممتاز، العرضية كانت جميلة، بوم الرأسية يا حبيبي الرأسية، جيد، ونهاية الشوط الأول، بداية الشوط الثاني الآن، ضربة خطأ خطيرة لصالح سويسرا، سنحاول القفز، ممتاز، ما الذي حدث؟ كادت أن تتسجل، أحسنتم، كرة عندي، تحرك، أعطيت الباس، خطأ، نعم نعم، خطأ لصالحي،
قد ضارب يعني لاحظوا ماذا فعل لي. لاحظتم صراحة لم يفعل لي أي شيء، لكن المهم الحكم أعطاني ضربة خطأ. أحسنت يا صديقي الحكم، الكرة جاية عندي الآن، سأعيدها للوراء. خذ، جيد، أوكي، ذهبت، يا السلام عليك، عد الكرة للوراء، جيد، ممتاز. أنا ده، أنا لي وحدي في الجناح. ممتاز، خرجت له في الجناح لكي يراني. خذ، يا السلام عليك، العرضية من هناك، دمرهم. Let's go. ها أنا. زيدة جميلة لكن قطعها المدافع. كرتي الآن. أوكي. خذ باص طويل يا حبيبي في الجناح. Let's go. Don't worry. ها أنا ده. اقتربت لك أساندك. أحسنت. كرة العرضية. عرضية جميلة لكن خرجت. ركنية الآن. يجب علي تسجيل ركنية مرة أخرى. أوكي. ممتاز. اضرب. يا سلام. لم تدخل. ممتاز. اضرب. لم اضربها ذلك المدافع فانها طويل. اوكي. الكرة عندي. يا سلام. ليتس جو. خذ. ركنية مرة اخرى. صراحة لقد تميزت كثيرا في هذه اللحظات. المصيري دخل وخرج العربي. اوكي. العرضية. اضرب. بعيدة قليلا. احسنت. ها انا. اوكي. ممتاز. خذ. باص يا حبيبي. يا سلام، ضربة خطأ. ها أنا ده. لا، ضيعتها. وانتهت المباراة، استطعنا الفوز ب3-0 ضد سويسرا، وأنا هو نجم المباراة ب8 نقاط. وسنلعب الآن مباراة أخرى ودية ضد مكسيكو، لكن أعتقد بأنني سأكتفي بهاتين المباراتين في حلقة اليوم. لا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أحقاف قوة، دال دعم، ميم للمجد، الشديد شباب في الملعب، والباء بطولة لا، والحاء حب للرياضة، هكذا نكون كما يكون الأبطال.